تحياتي لحضرتك يا دكتور أسامة، وشكرا لهذه التغطية الرائعة لمبادرة اسمع واتكلم النسخة الثالثة. في البداية أحب إن أنا أبارك لحضرتك، لأنه الحقيقة الحدث حقق نجاح مبهر ومحقق حالة من التفاعل عظيمة جدا، خصوصا في الوسط المستهدف اللي هو الشباب. إيه رأي حضرتك في الفعاليات اللي حصلت النهاردة والتوصيات اللي خرج بيها؟ الحقيقة هو اليوم زي ما حضرتك قلت، الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا وقدرنا إن احنا نتواصل مع عدد كبير من شباب الجامعات المصرية المختلفة. كان فيها عدد كبير جدا من الشباب، وكان فيها عدد من الخبراء، وكان فيها عدد من علماء الأزهر. كان في حالة حوار فكري، لأن حضرتك والسادة المشاهدين أكيد عارفين إن مرصد الأزهر لا يكتفي فقط بالتواصل الإلكتروني عبر المنصات الإلكترونية مع الشباب، لكن احنا ايضا حريصين جدا جدا على اللقاءات المباشره. هذه المبادره ليست هي اول مبادره يقوم بها مرصد الازهر، ولن تكون ان شاء الله المبادره الاخيره. ان عندنا مبادره نحو رؤيه شبابيه لمكافحه التطرف بالتعاون مع وزاره الشباب، عندنا مبادره اخرى كانت مع وزاره الشباب ايضا في وطن واحد يجمعنا، ورحنا فيها محافظه المنيا واستقبلنا طلاب من جامعه المنيا. فمبادرات مرصد الأزهر في اللقاءات المباشرة بالإضافة للقاءات معرض الكتاب وغيرها من المناسبات دي مستمرة على مدار العام. لكن النهاردة بصراحة يعتبر، يعني هي طبعا كل النسختين السابقتين كانوا كويسين جدا، لكن النهاردة بصراحة كانت أقوى من حيث التفاعل، لأن احنا في كل مبادرة بنطبق توصياتها على المبادرة الثانية. يعني لو جينا ننظر للمبادرة الأولى خالص اسمع واتكلم واحد، كان الهدف منها هو مجرد، لأنها كانت المبادرة الأولى، كان الهدف منها هو التعرف، يعني تعريف الشباب بالمؤسسة الدينية، ماذا يريد الشباب من المؤسسة الدينية. جينا عظيم. بعد كده في المبادرة الثانية عملنا أربع محاور، كانت في يعني أربع محاور، كان محور عن المرأة، محور عن الحوار، محور عن قيمة الحرية، محور عن الشذوذ فطرة أم فكرة. الشباب اقترحوا في أو أدوا توصية إن المحاور كانت كثيرة جدا، فإحنا المرة دي في اسمع واتكلم ثلاثة خليناها محورين اثنين فقط، الحقيقة الهوية ده كان الرقمية. سؤالي اللي قادم بالفعل، إنه تكلمنا عن محاور المؤتمر اليوم. النهاردة كان عندنا محورين، المحور الأول كان إدارة المشاعر ودورها في مكافحة التطرف. ده طبعا يعني تطرق لسمات الشخصية المتطرفة، قدم توصيات كثيرة جدا ازاي ان احنا نلاحظ سمات الشخصية المتطرفة، سواء أب او مدرس في مدرسته او ام مع اولادها، ازاي كمان الجماعات الارهابيه بتعمل او الجماعات المتطرفه بتستقطب الشباب، ازاي بتدعي المظلوميه، ازاي بتتجاوب مع الشاب. يعني النهارده قدم ملامح وصفات الحقيقه احنا من خلال رصدنا في مرصد الازهر احنا كباحثين وكمشرفين استفدنا منها كتير جدا، لانها يعني الاستاذ الدكتور اسامه رسلان او الدكتور مهاب مجاهد قدموا قعدوا اللي احنا كنا عملوا له قواعد، يعني اللي احنا بنرصده وبنشتغله شفناه النهارده بصوره مقعده وصوره علميه. الحقيقه يعني كان فيها تفاعل رائع، وخرجنا بيها بتوصيات كثيره جدا. عظيم. الموضوع الثاني، الموضوع الثاني كان الدكتور يسري عزام امام مسجد عمرو بن العاص والمهندس انطونيوس ميخائيل، اتكلموا عن الهويه الرقميه في عصر الذكاء الاصطناعي. والحقيقه ان يعني بينوا للشباب ازاي، ايه هي مخاطر مواقع التواصل، ايه هي مخاطر استخدام التطبيقات وعمليه الاختراق والتجسس اللي ممكن تحصل من خلالها. فكانت محاضره شهدت تفاعل، يعني قعدت يعني التفاعل او اسئله الشباب لاول مره في تاريخ المبادره تكون الاسئله اكثر واطول من وقت المحاضرين نفسه. فكانت محاضره رائعه جدا، والشباب تفاعلوا تفاعل كبير جدا، واحنا ان شاء الله عندنا توصية ان احنا ناخد اسئلة الشباب اللي في المبادرة النهاردة اللي طرحوها ونجاوب عليها كلها ان شاء الله، ونصدرها في شكل كتاب يبقى مصدر الشباب يسأل ومصدر ومرصد الازهر يجيب عظيم، ويبقى مرجع دائم متاح للشباب على الدوام. ان دكتور شاء الله، حمادة شعبان، ونوزعه ان شاء الله في النسخة الرابعة ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله جهد مبارك وموفق. بكرر مباركتي لحضرتك ولجميع السيدات والسادة القائمين على هذا الامر. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور حمادة شعبان، مشرف وحدة اللغة التركية بمرصد الازهر لمكافحة التطرف.